اتفضل اتفضل يا هندسة. الجهاز الجديد ما عملش كونكت للصوت. اما انا قلت لك هتقول اعمل كونكت بقى. هناخد مع بعضينا النهارده موديول 10 امبلمنتنج فايل اند برينتر سيرفر سيرفيس. طبعا هنا في الموديول بتاعنا النهارده اللي هو امبلمنتنج اند برينتر سيرفرز هنتكلم فيها على ثلاث حاجات او اربع حاجات هنتكلم فيهم النهارده مع بعضينا. طبعا هتكلم على الان تي اف اس بيرميشن، ودي احنا اتكلمنا عنها قبل كده فاكرين ساعه الشيرنج اتكلمنا على الان تي اف اس بيرميشن وخدنا البيرميشن بتاعه الشير وخدنا خدنا الشير فولدرز وخدنا البيرميشن انهيرت فاكرين الانهيرت. فالحاجات دي كلها احنا هنعديها عشان احنا اتكلمنا عنها في موضوع الان تي اف اس بيرميشن. ممكن نراجع عليها حاجه بسيطه خالص كده، ان انا كنت باجي كده على السيرفر بتاعي على الويندوز سيرفر بتاعي باجي هنا مثلا على بارتيشن عندي وكنت باجي اكريت فولدر، الفولدر ده بسميه مثلا داتا، وكنت بعمل له شير ازاي يا جماعه؟ اول حاجه عشان اقدر اعمل شير زي ما قلت لك زي ما احنا عارفين اللي هي الانتي فيس بيرميشن لازم يكون البارتيشن بتاعي متفرمت از ايه؟ انتي اف اس، لازم يكون الفايل سيستم بتاعي انتي اف اس عشان تقدر تستفاد بالبرميشن بتاعك. بعد كده كنت باجي هنا على الـ على الـ على الفولدر بتاعي بدوس له بروبرتيز، كنت باجي هنا عند الشيرنج بقول له ادفانسد شير شير ذيس فولدر، بيقول لك انت عايز تشير الفولدر ده بتاعك باسمه ايه؟ بقول عايز اشاره بداتا، اقول له بيرميشن، وطبعا كنت بشيل ايفري ون وكنت بدخل له مين؟ الدومين ادمن، كنت باجي هنا ادخل الدومين ادمن وادي له فول كنترول. بعد كده كنت بدخل مين؟ اليوزر اللي انا عايز اكسس على مين؟ على الفولدر ده. بعد كده كنت بعد ما اخلص هنا ثبت الشير كنت بدخل على سكيورتي، نفس القصه كنت بدخل هنا على ادفانسد بقول له ديسيبل الانهيرت، لو سمحت انا لو سمحت انا مش عايز اعمل توريث للبرميشن بتاعي. وبعد كده كنت بدخل له الدومين ادمن، بعد كده ادخل له ايه؟ اليوزر. ده بالنسبه لقصه ايه؟ اللي هو الان تي اف اس بيرميشن والكنترول اكسس والفايل اند فولدرز، الحاجات دي كلها اللي احنا خدناها وخدنا ازاي نقدر نعمل فورماتد للستورج والقصه دي كلها. فانا مش هتكلم فيها كتير عشان انا عندنا مواضيع مهمه جدا. طبعا كنت بدخل بالشير فولدر بتاعي كنت بكتب باك سلاش باك سلاش اسم الدومين بتاعي باك سلاش اسم الفولدر بتاعي. لو كنت انا عايز اعمل هيدن للفولدر للشيرد ده كنت باجي اعمل ايه؟ كنت باجي هنا وانا بعمل الشير اقول له بروبرتيز شيرنج ادفانسد شير شير ذيس فولدر اعلم على التشيك بوكس ده، كنت بعمل له دولار ساين. ليه بحط له دولار ساين؟ عشان لما اجي افتح الشيرنج بتاعي هنا ما يظهرليش الشير بتاعي، ما يظهر ليش اسم الشير بتاعي هنا، فكنت بعمله هيدن ازاي؟ كنت بحط له دولار ساين. تمام كده؟ واتكلمنا طبعا على البرميشن انهيرت قبل كده ان انا مش عايز اعمل توريث وعايز اعمل تشايلد ريليشن شيب، اتكلمنا الكلام ده في المحاضره في الاول خالص. طيب النهارده انا عايز اتكلم معاكم في ثلاث مواضيع المره دي وموضوع المره اللي جايه ان شاء الله. يعني هنتكلم في المواضيع بتاعتنا النهارده ان شاء الله، هنتكلم عن حاجه اسمها الكاشنج، هندي اول حاجه هنتكلم فيها، تاني حاجه هنتكلم فيها حاجه اسمها الكوتا، تالت حاجه عندي هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده حاجه اسمها الشادو كوبي. دول ان شاء الله ثلاث مواضيع اللي هنتكلم فيهم النهارده، الكاشنج الكوتا الشادو كوبيز. هنتكلم في اول موضوع عندنا النهارده وهو الكوتا. ايه قصه الكوتا دي؟ يعني ايه قصه الكوتا؟ الكوتا عندي كلمه كوتا معناها حصه او نصيب، حصة أو نصيب في البارتيشن بتاعي. يعني يعني أنا دلوقتي أنا عايز أدي لكل يوزر عندي، أنا عندي البارتيشن بتاعي
اللي موجود مثلا في السيرفر بتاعي مثلا 2 تيرا بايت. في ال 2 تيرا دي هو ملوش دعوة ان هو الهارد بتاعي مساحته 2 تيرا، امال هو ليه قصة ايه؟ لان مثلا اديله 2 جيجا ويظهروا له عنده 2 جيجا، دول الحصة بتاع ده النصيب بتاعه اللي هيبقى موجود عنده في الهارد بتاعه. طب ليه؟ عشان انت ممكن عندك اليوزر ده دول ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يحط لك طبعا يلاقي المساحة عنده كبيرة 2 تيرا بقى، والهارد بتاعه مثلا 160 جيجا، فيروح حاطط لك كل الاغاني والحاجات اللي حاططها عنده والمسلسلات اللي حاططها لك عنده على الهارد بتاعه، راح هتقول لك فين؟ في الشير فولدرز اللي موجود عندك. فاصبح دلوقتي ان انت مش هيكون عندك مساحات، ودي احنا شفناها كتير جدا جدا. يعني كنت تدخل كده مثلا على على الشير فولدر بتاع الموظف من دول، تلاقي حاطط لك حاجات كتير ام بي 3 وفيديوهات وحاجات كتيره جدا. يعني احنا عندنا الكوتا هناخدها بطريقتين، الكوتا عندي ليها طريقتين هنتكلم فيهم، طريقه المره دي وطريقه ان شاء الله في التراك التاني بتاعنا اللي هو 20411 برضه في موديول 10، برضه هناخدها برضه في موديول 10 ان شاء الله في التراك اللي جاي. طيب انا بالنسبه لي عشان اقدر اعمل الكوتا بتاعتي دي، لازم شرطا ولابد ان يكون عندك ايه؟ يكون عندك البارتيشن بتاعك متفرمط ان تي اف اس. نيجي كده نكريت فولدر، نكريت بارتيشن، هنقول له عايزين هارد ديسك، هقول له انا عايز سكازي، هقول له انا عايز ايه كرييت ا نيو فيرتشوال ديسك، نيكست. هنخلي طبعا الصور فيرتشوال ديسك از سنجل فايل. هنعمل مثلا الهارد عندنا ده مثلا نعمله 500 جيجا، او نعمله 1000 جيجا، نعمله 1000، نعمله تيرا، ماشي. نيكست فينيش. مش كده؟ هتيجي هنا نفتح السيرفر مانجر، هنيجي هنا في تولز، هنيجي نختار كمبيوتر مانجمنت، هنيجي هنا في كمبيوتر مانجمنت ديسك مانجمنت، هنلاقي عندنا الهارد اللي احنا لسه مكريتينه اللي هو 1000 جيجا، هنقول له ايه اونلاين زي ما فات انشتلايز، ماشي كده. هنيجي بقى تاني نقول له نيو سيمبل فوليومز، احنا عايزين قد ايه هنا؟ هقول له مثلا انا عايز 50 جيجا، عايز مثلا 200 جيجا، هقول له كده زي ما قلت له زي ما علمنا، نكتب كده كالك، هنقول له مثلا 200 في 1024، هنديها كام؟ 20480. أربعة آلاف وتمنمية. نيكست نيكست، أقول له إيه؟ فينيش. طبعا الهارد عندك اتأسف رمطناه ايه؟ ان تي اف اس. لو جينا هنا في ال 800 جيجا دول، رحنا كريتنا بارتيشن، خلينا مثلا ايه 10 جيجا، وقلنا ان احنا عايزين نفرمطه ايه فات 32، وقول له نيكست فينيش. طبعا هنا ده عايزين برضو نقسمه، نخليه بارتيشن واحد حتى مثلا، مش كده. لو جينا هنا عندنا طبعا البارتيشن ده فرمطناه ايه ان تي اف اس، هتلاقي عندك ظاهر لك ايه هنا؟ ظاهر لك مجموعه تابات كتيره كده، منهم حاجه اسمها كوتا. طيب لو انا بصينا كده على البارتيشن التاني اللي هو متفرمط فات 32، هل في عندك حاجه اسمها كوتا ولا سيكيورتي؟ دي الحاجات الجديده اللي نزلت في الان تي اف اس، الفرق اللي ما بينها ما بين الفات والان تي اف اس، حاجه من ضمن الحاجات السيكيورتي. طيب
لو جينا هنا رحنا عملنا فولدر تمام كده. بص كده انت زي ما قلت لك ان انت مساحه ال البارتيشن بتاعتك 200 جيجا، او ولا المساحه ده مثلا 790 جيجا، المساحه شايف المساحه دي كلها. طبعا هي هتظهر لليوزر عندك هناك، هتظهر له المساحه كامله. يعني انا دلوقتي رحنا كريتنا الفولدر ده ورحنا سميناه مثلا داتا، ورحنا عملنا شير للفولدر ده، جينا هنا قلنا بروبرتيز شيرنج ادفانسد شير شير ذس فولدر بيرميشن، شيلنا طبعا الليفل 1 ونقول له ادمنستريتور، طبعا نديله فول كنترول، وهندخل مثلا يوزر حسام مثلا، هنديله هنا موديفاي. لو جينا هنا في سيكيورتي طبعا هنشيل الانهيرت، خلي ادمنستريتور، وهنضيف مين؟ حسام. لو جينا فتحنا اليوزر ده من اي كلاينت عندي، لو جينا فتحنا طبعا الشير، لو جينا فتحنا الشير وشوفنا الراجل ده هل ليه اكسس ولا لا، طبعا هنعمل باك سلاش باك سلاش عشان اسهل لنا. بي دي سي، ادي الفولدر بتاع مين؟ بتاع داتا. ادي الفولدر بتاعنا بتاع داتا. لو جينا قلنا له مبنى تورك درايف، بص كده هو ظاهر له كام عندك هنا؟ 200 جيجا، اللي هو مساحة ايه؟ مساحة البارتيشن كله. البارتيشن بتاعي مساحته 200 جيجا، فهو ظاهر لي بمساحة البارتيشن كده. طبعا احنا لو انت عملت موضوع الشير ده كله كده، يبقى انت الراجل الاي تي ده راجل ما بيفهمش الصراحة. ليه؟ ما هو ما ينفعش ان انت تفتح له المساحة دي كلها، تديله مساحة ال 200 جيجا، امال اعمل له ايه؟ ده انت كده سايب له المساحة كلها. يبقى انا الصح ان انا اعمل له كوتا. يعني ايه اعمل له كوتا؟ اوزع مساحة على الهارد. طيب انا بالنسبة لي الكوتا دي بتتعمل، لو جينا هنا نغير بس اللون، انا بالنسبة لي هنا الشير اللي انا عملته للراجل ده الشير فولدر اللي انا عملته للراجل ده، الشير الفولدر ده هو ازاي يقدر الكلاينت يعمل اكسس عليه؟ طبعا كلنا عارفين هو يعمل اكسس ازاي، ان هو يفتح الشير او يفتح الران ويكتب باك سلاش باك سلاش ويكتب البي دي سي هيوصل على طول. طيب هو الراجل ده يقدر ياكسس عن طريق حاجتين، عن طريق النتورك، ويقدر يأكسس عن طريق اللوكل، تمام كده. طيب هو عن طريق النتورك زي ما قلت لك هو بيعمل ايه؟ باك سلاش باك سلاش، وبيكتب البي دي سي او بيكتب الاي بي. طيب اللوكل، اللوكل ان هو بيقدر يدخل على الجهاز دايركت ويروح يعمل ايه؟ يفتح الشير فولدر على طول. زي ايه بالظبط؟ زي مثلا لو جينا هنا، بس طبعا اهم حاجه الكلاينت ده يكون ايه؟ الفارول مقفول. بس لو جينا هنا عند الكلاي عند اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، ودخلنا هنا على كمبيوترز عند مثلا كلاينت 1،
وجينا هنا قلت له مانجد مثلا، ماشي كده، وفتحنا لوكال يوزر اند كمبيوترز، فتحنا الشير فولدرز. معلش، طبعا الشير دي كل البارت، كل حاجة متشيرة عنده هنا، كل حاجة متشيرة عند الراجل ده. طبعا انا ينفع زي ما قلت لك ايه، ينفع ادخل كده اشوف الشير بتاعي دايركت، ده بالنسبة لللوكال. امال لو ثرو نتورك، النتورك ان انا بعمل ايه، بكتب باك سلاش باك سلاش وبكتب له البي دي سي، تمام كده. طيب انا بالنسبة لي سواء لوكال سواء نتورك، انا بس هو اللي يهمنا هنا مين؟ البرميشن. البرميشن على مستوى اللوكال نتورك بينقسم لقسمين، على مستوى الشير وعلى مستوى هنا تاني حاجة السكيورتي. يعني ايه على مستوى الشير او مستوى السكيورتي؟ يعني ايهما سواء دي او دي هو بيطبق عليه الموست ريستريكشنز. يعني ايه الموست ريستريكشنز؟ ايهما اقل؟ يعني احنا اما جينا دخلنا هنا ودخلنا هنا، عطينا على الفولدر ده اللي احنا كريتناه اللي باسم داتا، دخلنا فيه مين؟ دخلنا فيه حسام بيه اهو هنا، عطينا له ايه هنا؟ عطينا له تشينج. وجينا هنا، وجينا هنا رحنا عطينا له ايه؟ بص كده، عطينا له ريد ورايت. طيب الراجل ده ريد بس، ريد بس، الراجل ده ينفع؟ طبعا احنا نكريت حاجات هنا، نكريت مثلا فولدر هنا ملف تكست. الراجل ده ينفع يدلت؟ هيقول له ايه؟ اكسس ديناي. ازاي؟ ازاي ده انا واخد هنا موديفاي زي ما قلت لك ايه؟ هو بيتعمل له حاجه اسمها موست ريستريكشنز. يعني ايه موست ريستريكشنز؟ يعني الاقل هو اللي هيطبق عليه، الاقل اللي هو يطبق عليه اللي هو مين؟ الاقل اللي هو يطبق عليه مين؟ اللي هو اللي احنا عاجينا هنا في تابت سكيورتي. وفي سكيورتي هنا رحنا عملنا ايه؟ رحنا عطينا له ريد اونلي، ريد بس. فريد كده مش هيعمل ايه؟ مش عارف يدلت. طيب بالنسبة لي هنا في اللوكال، اللوكال هنا هيطبق عليا ايه فيه؟ اللوكال عندي هنا، لا اللوكال عندك هنا هيطبق من حيث البرميشن، هيطبق على السكيورتي بس. يعني الراجل ده لو جه هنا راح شير فولدر، راح عمل له كده شيرينج، طبعا مش هيقدر يعمل له اي حاجه، مش هيقدر يعمل له شير. ليه؟ عشان هنا اتطبق عليه السكيورتي اللي هو على المكنه بتاعتي دي، اللي هو الموست ريستريكشن. او زي ما انا قلت لك قبل كده، ان انت لما بتيجي ندخل هنا بنفتح له مانجد شير فولدر، هتيجي هنا ايه زي ما قلت لك، هتطبق عليه السكيورتي بتاع السكيورتي بتاع الجهاز نفسه. طيب انا الكلام ده مش يعني بالنسبه لي انا مش لا يتعلق بيا بشيء. امال ايه هو اللي يتعلق بينا؟ اللي يتعلق بينا حاجه واحده، ايه هي؟ ان احنا دلوقتي اما نيجي انت كراجل سيستم ادمن، ان انت اهم حاجه عندك ان انت ايه؟ ان انت اليوزر اللي عندك ما يظهر لهمش قصة ال 200 جيجا ولا ال 800 جيجا ولا 900 جيجا، الكلام ده كله. امال ايه؟ لا، هو كل واحد ليه سايز معين، ليه سايز معين او مساحة معينة هو اللي بيقدر عن طريقها تظهر له على الجهاز بتاعه عشان يقدر يحط فيها الداتا بتاعته. وفيما بعد هناخد حاجة اسمها فايل سكريننج، انا هاخدها ان شاء الله في التراك اللي جاي، ان هو ما ينفعش يحط الا اكستنشن واحد، اكستنشن معين بس. يعني طيب انا عندي هنا عندي هنا
طبعا زي ما قلت لك ان الكوتا دي، انا عندي حاجه اسمها كوتا، الكوتا دي ما ينفعش تطبق على فولدر. يعني انا عندي هنا، انا بالنسبه لي كان تي اف اس ما ينفعش تطبق معايا على فولدر. امال بتطبق معايا على مين؟ على بارتيشن. انا باجي اقف على البارتيشن هنا وبختار كلمه كوتا، وبختار كلمه ايه؟ كوتا. طبعا لو انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين، او ايه الصلاحيات اللي ما بين الان تي اف اس والبرميشن، والصلاحيات اللي هي الفرق ما بين هنا وهنا، لو جينا فتحنا السي ام دي ماشي كده، ورحت قلت له كده الامر بتاعي ده، لو قلت له كده اف اس يوتيليتي، اف اس يوتيل، اف اس انفو ماشي كده، ونقول له فوليوم، فوليوم انفو ماشي كده، فوليوم انفو مثلا الاي. بص كده قال لك ال اف اس انفو، الكوماند بتاعي هو ادي، طبعا الكويري بتاعه كذا. بص بيقول لك ان الدرايف ده هو ليست اول درايف، بس ده المفروض ان تي اف اس. بص بيقول لك ايه، ان البارتيشن بتاعي ده، الفايل سيستم بتاع ان تي اف اس، هو سبورت الكيس كذا، هو سبورت الفايل بيز، الديسك كوتا، الريبيرز، الاوبجكت، الانكريبشن، النيم، الحاجات دي كلها. طيب بالنسبه لي بقى، لو انا شفت، لو انا ضربت الكوماند، نفس الكوماند ده، وخليته على البارتيشن اللي هو الفات 32 اللي هو الاف، بص ولا في اي حاجه خالص، هو مش سبورت اي، ما فيش اي حاجه يعتبر. ادي قال لك الفايل سيستم بتاعي فات 32 وما فيهوش اي حاجه من السكيورتي والحاجات دي خالص. طيب انا بالنسبه لي هنا، لو جينا عملنا كريتنا فولدر ده مثلا وسميناه كوتا ماشي كده، كريتنا الفولدر ده وسميناه ايه؟ كوتا. وجينا هنا رحنا عملنا ايه؟ قلنا هنشير الفولدر ده، هنقول له شيرز فولدر. طبعا احنا قلنا ان باي ديفولت ما ينفعش تخليها له الرقم الكبير بتاعنا ده، هتقول له بيرميشن شيل ايفري ون، وهنقول له مين؟ دومين ادمن ودومين يوزر مثلا، هندي ده فول كنترول، وندي مثلا ده فول كنترول مش فارقة دلوقتي، ونيجي هنا هنقول له ادفانسد، هنقول له ديسيبل انهيرت ريموف ماشي كده، هندخل مين؟ الدومين ادمن والدومين يوزر. نقول مثلا ده موديفاي هنا. طيب اليوزر ده اليوزر بتاعي ده اللي فتح هنا، لو جه شاف، لو جينا هنا طبعا نعمل ده ديسيبل، جينا هنا عملنا باكسلاش باكسلاش بي دي سي، هو شاف الفولدر بتاعي داتا اهو، هنقول له مثلا مبني تورك درايف، احنا عملنا كوتا مش كده؟ نعمل لوج اوف هندسة. نعم. طب أنا دلوقتي لو مثلا عملت كوتا اليوزر، وحبيت إن هو أول ما يخش باليوزر بتاعه على الويندوز يخش يلاقي الكوتا بتاعته موجودة من غير ما نعمل نتورك ماب والحاجات دي. طب اصبر بس هقولها لك، حاضر.
لان انا قلتها قبل كده بس انا ما شاء الله. هقولها لك تاني. مش حاضر. معلش لا تحت ماشي امرك. انا الاثنين حاضر ما شاء ماشي. الله. شكرا. فبص ظهر لك ايه بالنسبه له هنا؟ ال 200 جيجا هم ظهر لك ال 200 جيجا. طيب لو انا جيت هنا بقى دوست رايت كليك كده على البارتيشن نفسه تمام كده، قلت له ايه بروبرتيز، وجينا وقفنا على كلمه كوتا هنا تمام كده. طبعا هقول له ايه انيبل كوتا مانجمنت. اول حاجه لازم اقول له ايه، لازم اختار، لا لازم اختار له كلمه انيبل كوتا مانجمنت. طيب مانجمنت ودوس له ابلاي، هو كده مش هينفذ لك كوتا على اليوزر. لازم اقول له ايه deny disk space to user. اكسيدد كوتا ليميت، لازم اقول له، لازم اقف عليه هنا. بدون دي هو مش هيطبق على اليوزر حاجه. تمام تمام كده. طيب لو انا قلت له سيلكت ذا ديفولت كوتا ليميت فوليومز، لو انا اخترت الاختيار ده، سمير معايا التليفون يا جماعه معلش. خليكم على الاسم. الو يا سمير. الحمد لله ماشي يا جماعه. هنيجي هنا زي ما قلت لك ايه، لازم تيجي تقول له ايه deny disk space as user exceeded quota limit. لو انا ما علمتلوش كده هو مش هيطبق عليه الكوتا. طيب لو انا جيت هنا قلت له limit disk space كذا وعطيته طبعا المساحه بتاعتي، خلي بالك هنا هتطبق على اليوزر كلهم، هتطبق على الناس كلها ما عدا الادمنستريتور. الكوتا كده هتطبق على الناس كلها ما عدا الادمنستريتور. ليه؟ لو انا جيت هنا في كوتا انتريز ماشي كده، قلت له كوتا وقلت له نيو انتريز، هو اساسا باي ديفولت حاطط لك مين من غير ما ندوس هنا؟ قال لك ايه؟ بلتن ادمنستريتور، هو الادمنستريتور بعيد عن الناس دي خالص. طيب لو انا عايز اطبق الكلام ده على يوزر بعينه مثلا، هتيجي هنا عند كوتا انتريز وهتقول له كوتا، وهنقول له ايه؟ نيو كوتا انتريز. هنقول له انت عايز تطبق على مين؟ نطبق على حسام بيه. هنا بيقول لك ايه؟ set the quota limit for the select user. هنا بقى don't limit disk using usage. لا هو انا عايز اعمل له limit. هاجي هنا طبعا انت عندك المساحه بالكيلو بايت. اقول له مثلا انا عايز اديله 5 جيجا. عند ال 4 جيجا مثلا و800 ابدا اديله ايه؟ وورم، ان انت خلاص عندك اللاو ديسك سبيس. لو انا جيت هنا طبعا انا علمت بس ما اتفعلتش لسه، هتجي تقول له ايه؟ لازم تقول له ابلاي. شايف اللمبه الحمراء دي بتاعت شرط المرور؟ تقول له ناو. اتعلم لك اتعلمت اول ما اتعلم اخضر كده يبقى كده اتطبقت. انا لو جيت عند اليوزر ودوست له ايه؟ ريفريش بس، بص اتعملت ايه؟ اتحولت ل 5 جيجا. طيب دلوقتي كان محمود قال لك انا عايز ان المساحه دي تروح لليوزر مطرح ما يروح في اي مكان، يفتح يلاقي البارتيشن بتاعه بالكوتا بتاعته. تمام 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 كده. انا لو جيت هنا اساسا ورحت كريت فولدر مثلا باسم محمود تمام كده، وجيت هنا عملت له شير، هقول ان الفولدر ده شير ذيس فولدر، طبعا انا مش عايز اظهره، مش عايز تظهره، يبقى تعمل له ايه؟ دولار ساين، تقول له مثلا انا مش عايز ال 10 بس اللي يشوفوه. هاجي هنا بيرميشن، هشيل ايفري وان وادخل مين؟ هدخل دومين ادمن وهديله فول كنترول، وتيجي تروح تضيف مين؟ محمود اللي هو عايز ياكسس الفولدر ده. طبعا احنا هناخدها بكذا طريقه القصه، يعني المبنى تركو درايف ان تكون ظاهره له دايركت يعني. هتيجي تقول له ابلاي اوكي، ابلاي اوكي. هتيجي هنا في سكيورتي، هتيجي هنا في ادفانس، هتقول له ايه ديسيبل انهيرت ريموف اوف اول انهيرت، تقول له ابلاي. طبعا هو مدخلك الادمنستريتور، هتيجي هنا طبعا تدي الادمنستريتور فور كنترول، وهتدي لمين؟ لازم تدي لمحمود، ونقول له ايه موديفاي. تمام كده. شايف يا محمود الباست نتورك باست دي؟ تعلم عليها كده وتاخدها كوبي وتيجي هنا تمام. عند الفولدر بتاعك، شوف محمود هو فين 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 اهو.
هتيجي تقف على دوس دبل كليك، عندك حاجة اسمها بروفايل، عندي حاجة اسمها كونكت، هتيجي تعمل له ايه؟ بيست، تدوله اي ضيف لتر هنا مثلا، اي حاجة، بس تقول له ال مثلا، تقول له ابلاي. اوكي، محمود دلوقتي لو دخل هنا كتب اليوزر بتاعه، طبعا ده هيدخل اول مره فهو سيكه كده يعني. طبعا اليوزر ده فتح في اي مكان هيلاقي معاه المبنى وترك درايف دي موجوده معاه في اي مكان لازقه فيه بالمساحه اللي احنا طب احنا ما حطيناش مساحه لسه، احنا حطينا له مساحه، احنا كريتنا الفولدر بس. طيب اجي احدد له مساحه ازاي؟ زي ما قلت لك هتيجي هنا بروبرتيز، هنيجي هنا عند كوتا، هنقول له كوتا انتريز، هنقول له كوتا، نقول له نيو كوتا انتريز، ونضيف مين؟ محمود. هنقول طبعا احنا عايزين نديله كام؟ مثلا 10 جيجا. هنقول له عند 9.5 او 9.8 جيجا. ابدأ ادخل وقول له هيديله ورم. بص كده الويندوز فتح معانا، شايف يا محمود؟ تمام يا تمام يا هندسه، الله ينور. طب لو انا جيت فتحت الاكس بي، ادي نسخه ويندوز تاني اهي. تمام، لو جينا هنا فتحنا قلنا احنا عايزين نفتح بي بي سي، وادي محمود. اقفل الصوت. لا مؤاخذه يا باشمهندس حسام، انا دقيقه واحده هقفل الصوت، ثانيه. بص كده، لو انا جيت كده فتحت الاكس بي ظهر لك محمود اهو، ظهر لك السايز بتاعه. مطرح اي جهاز اي نسخه يفتحها هيلاقي البارتيشن ماشي معاه، وهات له ايه؟ الدرايف ليتر بتاعه. طبعا انت تقدر تعملها من كذا مكان، يعني ممكن لو حابب تعملها بجروب بوليسي، جروب بوليسي هتيجي مثلا هنا، هنقول له جروب بوليسي مانجمنت، المرة اللي بعد اللي جاية هناخد الجروب بوليسي. ليها كذا طريقة يعني. وهنيجي مثلا هنا على دومين، هو محمود ده في انهي اويو؟ موجود في الستور. هتيجي هنا ادي ستور، هندوس له رايت كليك ونقول له كريت انهي جروب بوليسي، هتقول له مثلا ده ماب، تمام كده. هتيجي هنا عند ماب، هتدوس له رايت كليك وتقول له ايديت، هتيجي عندك هنا بريفرنسز، هتيجي تختار له ويندوز سيتنج، عندي حاجة اسمها درايف ماب، هتدوس له رايت كليك وتقول له نيو ماب درايف. طبعا هنا هتحط له الباس بتاعك، تقول له ريكونكت. طب انت عايز يظهر له باسم ايه؟ ممكن تسموه اي اسم مثلا، نقول اسم محمود مثلا، وهنا تديله درايف ليتر. هو واحد يظهر باليوزر بتاعه. تمام ماشي، هتقول له ابلاي. اوكي، ما تنساش تروح تعمل له ايه؟ جي ابديت سلاش فورس. نشيلها له بقى من هنا، ممكن تشيل بقى تيجي عند بروفايل تقول له ايه؟ مش عايز اعمل كونكت. دلوقتي الراجل ده لو عمل بس لوج اوف، معلش خدش بالنا بقى من الريستارت، ودخل تاني الريستارت يا باشا. لوج اوف بس احسن بيه. لا ما قدرتش ما سمعتش.
لازم فيلا جوفر بس. جروب بوليسي في الاكس ليه ما بتشتغلش؟ لا شغالة يا باشا، ماب نتورك درايف شغال على في حتة. جروب بوليسي ما بتشتغلش في اكس ليه يا باشا؟ صح كده يا باشمهندس حفيظ. ايوه يا مجدي بيه، بكونفيرم يا مجدي بيه، احنا شغالين عملي. ازاي ما تشتغلش في الاكس بي؟ ولو طلعت لك حاجات بتشتغل على الاكس بي. يا باشا احنا لينا العمل يا باشا. ما فيش مشكلة، أوريك حاجة من ضمن الحاجات يعني. يعني باب مثلا نتورك هو ده اللي احنا حاولنا فيه مع اكس بي وما رضيش خالص، يعني ايه اللي قدامك ده؟ جروب بوليسي ايه اللي قدامك ده؟ من باب نتورك مع اتليست اتليست ويندوز 2000 مثلا، ده ريموت ديسكتوب بحاجة من ضمن الحاجات يعني. لو انا هغير الريني، هعمل رينيم لللوكال اريا كونكشن، ما شغال على 2003 الاكس بي، مفيش الكلام ده يا باشمهندس. طب حضرتك عملها اهو في الجروب بوليسي، وعملت ماب نتورك على محمود في ال... وافتح الاكس بي وشوف. حاضر، مفيش مشكلة. عشان دي ما بتشتغل، الجزئية اللي أنا عملتها دي، الجزئية اللي أنا عملتها دي كانت جديدة في 2012، اللي هي البريفرنسز اللي هنا دي، اللي هي درايف ماب. لو جيت في 2003 مش هتلاقيها موجودة. تلاقيها موجودة فين بقى؟ لو أنت عايز تطبقها هناك، هتيجي هنا عند الراجل ده في بوليسي، وهتيجي هنا عند ويندوز سيتنج، وتروح تعملها له كسكريبتاية اللي هناخدها إن شاء الله مع بعضينا، إن هو يجي يعمل إيه في الستارت أب، تقراها على طول دايركت. طبعا السكريبتية هنا غصب ماشي. عنه هو يعني. كان الجروب بوليسي الوضع الطبيعي اللي حضرتك بتعمله دوت فعلا ما بيشتغلش مع اكس بي. دي عشان زي ما قلت لك ان هي جديدة. طبعا دي ظهرت باسم مين؟ محمود بس اهي. دي كده الناس هتتكرر على كل الناس اللي في الأيوب. انا اللي اتكررت على كل يعني الناس. بالشخص اللي هي بالجروب بوليسي هتتكرر على كل الناس اللي في الأيوب. بص يا على باشمهندس محمود ابرام، بس. باشمهندس ابرام، بص يا باشمهندس ابرام، الناس اللي واخدة بالمشي. بص يا باشمهندس ابرام، ركز معايا يا تمام. باشمهندس ابرام. انا لما جيت هنا اعطيته الباص بتاع مين؟ طيب الشير ده مين اللي شايفه؟ مين؟ الستور. محمود بس. الستور كلهم. محمود بس. لا محمود بس. محمود بس. اللي واخد برميشن عليه. انا عاطي برميشن لمحمود بس. انا هو هيبان ساعتك هيبان للناس، بس مين اللي هيقدر يدخل عليه؟ بس مش هيفتحوه. بس بس انا يعني ممكن اعدل بس بفكره ثانيه احسن، يعني اتفضل. ان هو يبقى فيه فولدر اسمه ستور، وجواه اليوزرز اللي جوه الجروب ده. ده جزئيه تاني بتاع وليه؟ قصه الجروب دي، ان انا ادخل جروب ما كامله باسم انما انا عايز ادخل باسم يوزر واحد انا بعينه. يوزر واحد بعينه لا دي ما زي انا ما قلت لك ليها كذا طريقه، ليها الطريقه دي وليها الطريقة التانية اللي أنا باجي هنا أدخل على البروفايل بتاعه وأدخلها له، والطريقة التالتة إن أنا أقدر أعمل له إيه؟ سكريبتاية وأخليها ترن دايركت هنا، ودي هناخدها زي ما قلت لك في أما نيجي تاخد الجروب بوليس المرة الجاية، المرة بعد الجاية. أنا قصدي فكرة تانية يا باشمهندس، معلش. اتفضل. أنا أقصد إن أنا بعمل جروب بوليسي على فولدر الستور كله، لكن جوه الستور كل واحد باليوزر نيم بتاعه بيبقى ليه الاكسس، ليه هو بس لما بيدخل يشوف الفولدر اللي جوه يشوف ايه؟ يشوف انهي فولدر؟ الستور بس يشوف شو؟ بتاعه يشوف الفايل هوم بتاعه يا هندسه. ماشي، ده في حاله لو انا هعملها على الناس كلها. يشوف. طيب انا عندي مثلا، انا هعملها على الناس كلها، بس كل واحد هيظهر الفولدر بتاعه هو بس اللي هيظهر، مش اللي اكسس، لا اللي يظهر بس. هي بالحته اللي اتكلمنا فيها قبل كده من الشيرنج من ال طب انا لو دخلت لو انا لو انا دخلت هنا كده انيميشن، عايز يعمل انيميشن. لو انا دخلت بواحد اسمه احمد، لو انا دخلت باحمد اهو، احمد ده هيظهر له بارتيشن ده خالص؟ المفروض لو في نفس الريوت بتاعت الستور بالظبط كده. طيب لو انا جيت هنا ماشي كده وخدنا احمد من هنا يا باشا، الحته بتاعت الانيميريشن يا باشا، ايه في الانيميريشن؟ مش احنا قلنا بالانيميريشن لو انا عملت الفولدر دوت باسم الشخص يبقى يظهر له هو بس لوحده؟
هيظهر للراجل اللي واخد اكسس فيه، اللي واخد برميشن، اللي واخد برميشن فيه. اه طيب انا جيت دخلت هنا دلوقتي واعطيت بيزد اكسس ديرميشن، ما اعطيتش حد حاجه. الو ما فيش انيميشن اتاخدت لسه لحد دلوقتي، انا ما اعطيتش حاجه. لا مش فاهمين منك ولا كلمه. حسام بيه مش فاهمين منك ولا كلمه. بص يا باشا انا بتكلم على ان انا اعمل على فولدر للستور. طيب هو ظاهر دلوقتي ونزله ظاهر. ده الراجل ده معاهم في نفس كل الناس، ده معاه في نفس الجروب الستور. ده معاه في نفس بس الجروب. جوه فولدر الستور دوت كل واحد باسمه هو بس في الفولدر بتاعه. استاذ حسام الراجل دلوقتي اهو احمد ده دلوقتي في الاويو بتاع ستور. طب مش مهم يا باشا انا فاهم انا بقول ايه وخلاص. ماشي هو دلوقتي ظهر هنا، ظهر الشير خالص مش واخد اكسس. لو انا دلوقتي رحت جيت هنا ورحت عملت ايه؟ عملت فولدر وسميته احمد. نعم. وجيت هنا ادي الشير ادفانسد شير شيرز فولدر وهنديله ايه؟ البرميشن بتاعنا هنقول له دومين ادمن. وهنيجي ندي احمد. اتفضل. هو قصده على فولدر ديبارتمنت، قصده على فولدر ديبارتمنت خاص بالقسم يعني كله ديبارتمنت هم. انا فاهمه. انا لو جيت هنا في شيرنج وجيت هنا في الفولدر اللي احنا عاملينه اللي هو اسمه ايه، انا مش عامل فولدر باسم ستور، انا عامل فولدر عامل لكل واحد، لكل يوزر عندي عامل له ايه فولدر لوحده، عامل له فولدر لوحده بالكوته بتاعته. فانا عايز افهمه حاجه، انا عايز اروح حاجه. لو انا جيت هنا بس ورحت قلت له ايه؟ انا مش عايز الانهرت. ودخلت مين؟ دخلت احمد. وعطيته موديفاي. نيجي هنا بس ندي فول اكسس للادمنستريتور. وخدنا الباس شير. هو انا مش ينفع ادخل على الجروب بوليسي هنا تاني. واعمل له مبني اللي هو ممكن يا باشا ما فيش مشكله. احنا اصلا عاملين الباص. انا كلامي في حاجه ثانيه خالص. انا قصدي على ايه؟ ان انا فولدر واحد بس ممكن اعمل له. انا بتكلم على يا باشا احنا عارفين يا باشا البروفايل. بس انا قصدي على بروفايل. هو كان بيقول لي انا عايز الراجل ده ما يروح يتحرك في اي مكان يتحرك بمين؟ بالفولدر بتاعه. انما احنا في قصه الحاجه اللي انا قلتها لكم قبل كده ان انا ممكن اعمل فولدر كامل باسم مين؟ ستور. صح؟ والناس تبقى اعضاء في ستور دي بمجرد ما هو يفتح هيظهر له الفولدر كامله البالك نفسه ده فولدر نفسه باسم ستور بالكوتا بتاعته. دي حاجه ودي حاجه تاني خالص اللي انا بشرحها يعني. مش قصتنا دلوقتي، قصة ايه؟ فهمتها يا محمود؟ تمام يا هندسة كده الله ينور. ماشي. قصة بيست ديميريشن دي ان هما الراجل اللي عضو في الفولدر ده في واخد برميشن في الفولدر ده هو هيدخل يلاقي الفولدر ده اكسس عليه هو بس، هو اللي تشوفه بس. احنا بالنسبة لنا هنا في كوتا عشان بس ما نطلعش بره الكلام، ان انت تقدر تعمل ايه؟ ان انت في كوتا بتقدر تقول له كوتا انترز وبتدخل الناس فيها اللي انت عايز تديهم كوتا معينه تظهر لهم. تمام كده؟ لو انا جيت هنا قلت له ان انا عايز ادي كوتا، فخلي بالك الكوتا دي هتطبق على الناس كلها مش على يوزر بعينه، يعني هتطبق على كل اليوزر كلهم. يعني انا دلوقتي لو انا جيت هنا قلت له مثلا هتاخد 10، هتاخد مثلا 500 ميجا وهنا هتجي لك عند 450 ميجا. تمام كده؟ الحق دي هتطبق على الناس كلها ولا لأ؟ معايا يا رجالة؟
مش حسام هتطبق على الناس كلها؟ معاك هندسة. بص دي هتطبق على، انا دلوقتي عملت ان انا ايه، قلت له ان انا عايز اعمل 500 ميجا، ال 500 ميجا دي هتطبق على الناس دلوقتي؟ مش هتطبق. ليه؟ عشان زي ما قلت لك الحاله خاصه اوفر رايت الحاله العامه، الحاله العامه للناس ان هم تطبق عليهم اي حد مش جوه الجروب دي، مش جوه اللي انا مدخلهم هنا، الناس اللي هم انا مش مدخلهم جوه الكوتا انتريز هتظهر لهم ال 500 ميجا. زي مثلا مين؟ ناخد يوزر تاني كده، يوزر تاني مثلا زي سامح. لو جينا هنا ودخلنا في سامح، قلنا دي الباسورد، بص كده لو جينا عملنا باجي سلاش باجي سلاش البي دي سي، ادي كود هيظهر له ايه؟ 500 ميجا. فاهمينها؟ معايا يا جماعة؟ بس احنا عايزين نتواصل مع بعضينا، نتكلم لغة الحوار بتبقى كويسة يعني، بس عايزين كلنا نتكلم كده تمام يا هندسة. معاك يا هندسة، عايزين كله برضو يتواصل معانا يعني. عارفين الفرق ما بين اللي انا قلته ايه؟ تمام. ان انا دلوقتي لو انا مدخل شخص بعينه هنا في كوتا انترز، لو انا جيت جاي له هنا في بروبرتيز ودخله الكوتا انترز، هتطبق عليه الكوتا اللي انا بحددها له من هنا، اللي انا بحددها من هنا. طيب لو انا ما دخلتش اليوزر عندي هنا، هتطبق عليه مين؟ المساحه عندي دي اللي هي كلها، اللي هي الناس كلها، اللي هي سيلكت ذا ديفولت كوتا ليميت فور نيو يوزرز اون ذيس ايه فوليومز. تمام كده؟ زي ما قلت لك احنا دخلنا بيوزر تاني اهو، اليوزر التاني هتطبق عليه مين؟ ال 500 ميجا بس، عشان هو مش عضو في الجروب دي. حد تاني مثلا لو احنا في انجينير مثلا خالد، لو جينا هنا فتحنا في اكس بي، وكتبنا هنا خالد، طبعا هنعمل ايه؟ باك سلاش باك سلاش بي دي سي. تمام كده؟ لو دوسنا رايت كليك ونقول ما بندور درايف، هتظهر لك ايه؟ 500 ميجا بتاعته. اي حد غير الناس اللي موجوده هنا في الكوتا انتريز هتطبق عليه 500 ميجا. طبعا هنا عندك بقى ايه، ان انا بقول له ايه، لوجن ايفنت وين ا يوزر اكستندد ذير كوتا ليميت، يعني اي حد هتبدا يظهر له، اي حد لو اي يوزر عندي وصل للحد الاقصى للمساحه بتاعتي يديني ايه اللوج. اللوج موجود فين يا جماعه؟ في الايفنت فيور. هتطلع عندك حاجة اسمها event viewer، هنا هتطلع اللوج بتاعه. هنا بقى بقول له ايه، انا برضو لو اي حد من اليوزر بتاعي بدأ يظهر له الورنينج بتاعي، ابدأ يعمل ايه، طلع لي بيه لوجات. حد عنده سؤال؟ ايوه يا باشا اتفضل يا كبير. هو انا امتى استخدم ديت وامتى استخدم الفايل سيرفر؟ بص اقول لك على حاجه، هو سؤال كويس ده، امتى هتستخدم دي وما استخدم؟ طبعا هم الناس لسه ما تعرفش موضوع ايه الفايل سيرفر. فايل سيرفر اللي احنا بنشتغل عليها دي كحبشتكنات شويه يعني، شغلها احسن من دي بكتير. ان انت التانية بتعمل فيها ايه، الكوتا اللي هناك انت اولا بتعمل فيها حاجات كتيره جدا يعني، انت بتدي كوتا على الفولدر مش على البارتيشن. صح كده؟ صح.
دي حاجه. تاني حاجه ان انت هناك بتحدد الاكستنشن اللي هتخليه يبقى جوه الفولدر ده، دي حاجه. بعد كده وطبعا الحاجه الاهم ان انت هناك الحنفيه بتاعتهم احسن من دي شويه. في ايه؟ ان انت الحنفيه بتفتح فيها بال100 ميجا وال200 ميجا والجيجا وال2 جيجا، غير هنا الدنيا بتبقى مفتوحه لو انت تشتغل بجيجا. لا ما بتكلمش على انت هنا بتفتح الحنفيه بالجيجا. يعني مثلا انت راجل عطيله 10 جيجا، هتزوده بكام؟ 11 جيجا، 12 جيجا، 12 جيجا ونص. انما انت ممكن هناك هناك بتدي له مثلا 100 ميجا، سواء تفتح له 100 ميجا زياده، 200 ميجا زياده، حاجات زي كده. وانت هناك زي ما قلت لك انت بتعمل الكوته بتاعتك على الفولدر مش البارتيشن، هنا بتعملها على البارتيشن. تمام؟ ماشي، بس برضو ايه في هو ده الاجابه. امال ايه الاجابه؟ الاجابه السؤال امتى استخدم دي؟ ما استخدمش الفايل سيرفر. بتستخدمها امتى دي؟ دي بتستخدمها لو انت مش هتعمل فايل سيرفر وتعمل وتقفل على الناس حاجات كتير. وصلت يا باشا. يعني انت مثلا ايه؟ تعمل دومين، طبعا الحاجات دي كلها مش هتشتغل الا على دومين. يعني الافضل طبعا هتشتغل على دومين، يعني طبعا في الغالب لازم تشتغل على دومين. هتعمل مساحات طبعا. ومش هتخنق على الناس، بس مش عايز تخنق على الناس تاني يعني. عندك اجابه تاني؟ لو انت عندك لا لا لو انت عندك اقتراح يعني بناخد مع يا جماعه. احنا عايزين كلنا نتواصل مع بعضينا، يعني اكتب لهم على الشات كده معاك يا هندسه كلنا. ايوه المايك ما عدا احمد عصر. ايوه ومحمود يا باشا عشان نتعدى في السوق. طيب عايزين بقى تاني ناخد حاجه تاني، هي نعمل الكوتا دي بس عن طريق السي ام دي. ناخد مينا. مينا جه. ماشي. عايزين نعمل ايه؟ نعمل الكوتا بتاعتنا عن طريق السي ام دي كحاجه احترافيه شويه. ماشي. هنيجي هنا نفتح السي ام دي. مرحبا بك يا مينا. انا موحد القطرين. الامر بتاعنا اسمه اف اس يوتيل. ماشي. الامر بتاعنا اسمه اف اس يوتيل. طبعا احنا ده الاف عندي متفرمت ايه؟ لا ده احنا هنخلط على الجي عشان ده متفرمت ان جي اف اس. حاضر يا عم مينا، بس زي ما قلت لك ايه؟ احنا هنتوصل بالصوت عشان نبقى في توصل احسن، يعني كاننا قاعدين في الكلاس. هنروح نقول له ايه؟ نقول له كوتا. ماشي يا ريس. ماشي. هنقول له ايه؟ زي ما قلت لك اف اس يوتيل، هرجعهم لك كل حاجه دلوقتي. هقول له كوتا. انفورس. يعني ايه انفورس؟ بالجبر. اعمل لي البارتيشن اللي هو الجي. العافيه. ماشي كده نقطتين انتر. بص كده. طيب احنا عملنا شغلنا البارتيشن ده. طيب انا عايز ادي مساحه، ادي مساحه للناس كلها يبقى ليهم مساحه معينه. طيب هقول له ايه؟ هقول له نفس الامر بتاعي هنا كده بس، وهقول له ايه مثلا من 500 ل 450. يعني المساحه تبقى 500 والناس هتجي لهم ورن عند 450. بس خلي بالك من حاجه، هي ان انت بتتعامل هنا بايه؟ بالكيلو بايت.
بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ كيلو بايت. يعني انا دلوقتي لو عايز كالك، نفتح الكالكوليتر، لو انا عايز 500 ميجا هحسبها ازاي؟ في 1024 ثانيه. 500 في كام؟ في 1024. في 1024 يا جماعه؟ ايوه مظبوط صح. طب نشوفها. بس لو طلعت غلط في 1024 ثانيه. اللي قالها مين اول واحد قالها؟ انا اول واحد قلتها. هقول له 5 512000 صح كده؟ نقول مثلا عند 500000. قال لك ايه الفرصة اهو. لو جينا هنا لا ما غيرهاش، لا ما غيرهاش، يوزج خمسة آلاف وأربعمية وخمسين. بس أنا نلغيها ونعملها تاني. الباص مشكلة. بص كده هنقفلها. هنكرر الأمر كده. هنقول له كوتا انفورس. طبعا هنقول له ايه اللي هو الجي كده. انا طبعناه. بعد كده اقول له ايه، نعيد الامر ده بدل ما هو انفورس هنقول له كوتا موديفاي. موديفاي الجي، الجي ماشي كده. وهنحدد المساحة بتاعتنا اللي احنا عايزين نديها. مثلا بعد كده نحدد يوزر بعينه ونقول له اي بي سي باك سلاش وصير. بص كده تمام. بس هو خد طبعا 500 كيلو بايت يعني. طب الصح لإيه؟ الصح إن أنت تقول، تقول مثلا 500 في 1024 في 1024، هي دي المساحة 500 ميجا. ده هو بيحسب البايت بقى. ما هو بيحسب البايت. يعني مثلا إيه؟ ممكن نقول هنقول له 524 اتنين تمانية تمانية تلات اصفار. نقول مثلا 500 2 4 8 0 0 0 0 0. وهنقول له اي بي سي باك سلاش خالد. بص كده لو عملنا ريفريش شايف خالد خد كام؟ 500 ميجا. يبقى الامر بتاعي زي ما قلت لك اسمه ايه؟ اف اس يوتيل كوتا موديفاي كذا. لو انا هحدد له المساحه واكتب له المساحه بتاعتي، بس المساحه هتبقى بكام؟
لو هدي 500 ميجا ب 500 في 1024 1024. طيب لو جيجا، لو 5 جيجا هقول له 5 في 1024 1024 1024 3 1024. طيب الترخيص يا عم مينا ان احنا بنتكلم على الكوتا، الكوتا بتاعتي. لو انا عايز اعمل كوتا على بارتيشن عندي، عايز احدد مساحات على بارتيشن عندي، بعملها ازاي؟ يعني مثلا زي ما قلنا ايه، هندي فولدر، هنعمل فولدر كده، الفولدر ده هنسميه شير مثلا، ده هشيره للناس كلها اللي موجودين عندي في الشركة بتاعتي. فالمساحة الهارد عندي ده كام؟ 789 جيجا. فأنا مش عايزه لو عايزه ما يجي يظهر للناس ما يظهرليش بالمساحة دي كلها، أمال أخليه إزاي؟ طبعا هنيجي أول نشيره، هنخليه بدل everyone هنقول له دومين ادمن ودومين يوزر. وهنيجي هنا في سكيورتي، في تابع بتاع سكيورتي هنقول له ادفانسد، هنقول له ديسيبل انهيرت، ماشي كده، نقول له اوكي. طبعا الادمنستريتور هنديله فول كنترول، وهندخل مين؟ الدومين ادمنز، الدومين يوزر، ونديهم مثلا موديفاي. دلوقتي لو اي حد من الناس دي جم شافوا الشير فولدر، لو اي حد حب يدخل على الشير فولدر ده، امان باك سلاش باك سلاش بي دي سي، بيكتب عربي، هلاقي عنده فولدر اسمه ايه؟ شير. طبعا لو دخلنا كده عملنا له ماب نتورك درايف مثلا، هتلاقيه ظهر له ايه؟ بالمساحه بتاعتي كلها. فانا مش عايز يظهر لي المساحه دي، انا عايز يظهر لي 10 جيجا مثلا. فاجي هنا باجي بقف على البارتيشن بتاعي، بس شرطا ان البارتيشن بتاعي لازم يكون ان تي اف اس، وباجي هنا بقف على كوتا بقول له انيبل. طبعا لازم اقول له ايه؟ deny disk space to user extended quota limit. واجي هنا اقول له quota entries، وادخل له اليوزر اللي انا عايز اعمل له ايه، عايز يشوف عايز يشوف الفولدر ده بمساحه معينه. طب لو انا عايز اخلي الناس كلها، اخلي الناس كلها انها تشوف 10 جيجا، باجي اقف هنا وبقول له select the default quota، ان هنا بيظهر، هيظهر للناس كلها، هيبقى public للناس كلها. طبعا هنا بقول له ايه، بيقول لك امتى يظهر لك warning ان المساحه بقت فول خلاص، بقول له 9.8 من 10، اقول له اوكي. طبعا زي ما انت شايف لازم تتعلم علامه خضراء كده. لو جيت هنا وقلت له ريفرش، تلاقي قافل لك ايه؟ ال 10 جيجا. حد عنده سؤال يا جماعه؟ تمام يا هندسه، الله ينور. يا ريت، انا عايز كل الناس تفتح المايك وتتكلم معايا. تمام تمام يا هندسه، ماشي ماشي. هو محمد وحسام واحمد ومحمود بس هما اللي بيتكلموا. ايوه يا باشا، انا عايز الكل بقى يتكلم معايا. ابراهيم تمام، ومينا تمام، عايز سام وانا تمام كده يا راجل معايا.